التناحر فعلا كل واحد ساهم في الفايده دي بكيس رز بكيس سكر ما فيش شاي كمان في الاكل حتى الشاي كمان طبعا الشاي جاهز يعني معنى كده ان العمل متكامل ان العمل ما فيهوش حاجه ناقصه يعني اللي بيقدم شيء يتمه اللي بيقدم شيء تم. ايه راي حضرتك في الباميه بقى؟ الباميه طبعا شوف بقى اكيد عشان غاليه في ناس كتير محرومين منها فشوف الحاجه عزيزه منتهى الرقي ومنتهى الانسانيه يعني بس بعمل يوم فاصوليا بيضه بعمل باميه مش هاميه ما لكن يهمها انها تقدم افضل شيء افضل الاكلات. طيب زي ما سالنا حضرتك برضه هديك الدوشي انت جبنا بقى يعني برضه في بدايه مستوى متطيب وزي ما سالنا ابونا حبيبنا تحضير يعني اكل البيت طبعا عند دماغه عز عصام. النهارده نشارك معاهم في هذا العمل الجميل هذا بس احنا فتحنا بعض السواق شوف الجنة بتعمل هنا بتعد الافطار في اعمار خدمة الناس جميعا الى تلميذه امر بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اعطوكم من طيبات ما تسألوا في اللي بينفق من المال في اللي بينفق من الوقت اللي هو بينفق من الجول اللي بينفق من الراحة احنا اليوم اساس بينهم بعض الناس فليس راجل. طيب يعني برضه كلمنا كده في قول الموجة عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يعني بالنسبه للشق الثاني اللي جاي الكريم مما تحبون يعني ممكن حضرتك توضحوا لنا وتقول لنا ازاي مساله الاوقاف بتكون بدرجات مش مجرد الفقعه عادي لكنها تنفق مما لا يحب. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الاوقاف وفي اللحظات الاخيره اشتهى سمكه اخذ له من السمك فطرق الباب السائل قال اعطيكم هذا صراحه قالوا له يا ابن عمر هذا اخر عام فيك بالدنيا فقال اني تذكرت قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا منه فانفس شيء عندك هو ده اللي هيوصلك للجنه هو اللي هيوصلك الى ربك تبارك وتعالى لما تنفق منه تؤدي حق الله عز وجل فيه حق الله تبارك وتعالى يشمل البر العطاء. يعني كلمة كده هي معناها في الشيخ ان الانفاق ضروري ان يكون مما تحب مش مجرد انفاق عادي او انفاق بسيط ومما تحب بالمنطق العادي لكن سألوني عن في الانفاق كل انا حبيتك قوي جميل ومبهج وبشوش والله كده مسألة التطوع بتكون يعني ثوابها وقيمتها عند الموجة عز وجل بلاد الحاجة عزيزة المتطوعين مع الحاجة عزيزة يا غالي التطوع هذا يجرب مع الله تعالى نعم هذا الذي يجرب الله تعالى بحسن التطوع هذا سمات الأنبياء جميعا نبي الله عليه السلام يا قوم لا اسالكم عليه مالا على لسان النصارى يا قوم لا اسالكم تعالى فضيلة الشيخ هنستأذنك بس نتحرك عند اللحمة هنا نتحرك هنا زي ما انتم شايفين كده متابعينا الكرام طبعا انت شايف الفرخة ايه كلمة كده يا ابويا
شكرا لكل انسان ساهم وشكرا لكل المتابعين، بس يا ريت تساهموا ان شاء الله بكوبايه ازازه ميه لها ميه، وانزل للعسكري اللي عطسان في الشارع وديها، انزل للكناس، انزل لاي واحد، نظف ازازه بمنتهى الحب وخليها جاهزه معاك كده وقدمها. شكرا. خلصت؟ لا خلاص كده.